طبعا نشكر قناتكم اليوم اللي اجتوا تصور المأساة والحالة اللي يعيشون بها هاي الناس بصراحة، كأنما عبالك هنا أنا ماكو بشرية ومو عراقيين ذولا ولا محسوبين على العراق. يعني أبسط شيء يطالبون بخدمات مي كهرباء مجاري تبليط. يعني أدري هاي الحكومة من معجزات عندها ذني الخدمات، والعلم هي حقوق، يعني أصلا ملزمة الحكومة توفرها، يعني غصبا ما عليه أنه الحكومة توفرهن هاي حقوق. يعني ما أدري إحنا على حقوقنا ما محصليهن. عجيب غريب أمر هاي الناس. يعني بالله العلي العظيم أمين بغداد تذم أنا أربعة أنا راجعتهم، بالله العلي العظيم بس الوعود الكاذبة ينشد الله على كل حرب. دوائر البلدية قسما بالله العلي العظيم ماكو أذن صاغية نهائيا، مجرد أنه بس وعود صار وتدلل وفد شوية وهسه وكل شيء ماكو. وهاي العالم الله وكيلك، هذاك اليوم هنا أنا غرقت العالم وكهرباء هنا أنا عندنا نتة أطوال وما كحد يسمعها، كأنما عبالك مو بشر تسولف وياهم. يعني ما أدري إلا نستخدم أسلوب القوة نقطع شوارع مظاهرات، ما أدري هم ذولا اللي يردوها. إحنا بالنسبة لنا ملينا من هاي الوجوه، نترجاكم وعن قناتكم أنه يتدخل رئيس الوزراء شخصيا بهاي المعاناة، غير هالحكي بعد ما عندنا. لا ما يدرون بيها الأرض طبعا طابة صرف، يعني بس الضرائب مالتها والرسوم والتجاوزات والهذا، يعني يشهد الله ورسوله تريليونات عمي الله وكيلك شنو مليارات. يعني انه نفس اللي منطين فلوس الخدمات اللي ياخذونها من عندها الضرائب اللي بالبلديه احنا بخير، بالله العلي العظيم كله بوق بوق ملينا والله العظيم. شنو هالبلد هذا ما نعرف، شنو ذول المسؤولين اللي يحكمونه، ناس فاضيه. طبعا بالشتاء متبهذلين، اطيانه مجاري هاي ارصفه ماكو، اي متبهذلين واطفالنا اللي المدارس اللي توقع بالطيانه تجينا مطينه، يعني هاي وضعيتنا كلش تعبانه. رغم احنا دافعين فلوس تبليط، دافعين فلوس المجاري، دافعين فلوسه مجاري سوينا احنا على حسابنا، كل واكل بيت دفع 750، شنو ذنبنا؟ احنا هم مرتبطين بقروض ومرتبطين بهذه عوائل، اي والعيشه صعبه. يعني شنو هاي هاي وضعيتنا احنا وهاي الطيانه وهاي الزبايل، كل من يذب الزبايل هاي، لان ماكو لا ارصفه لا شوارع مبلطه، هاي وضعيتنا احنا هاي التعبانه. هاي منطقه مو بس منكوبه ومظلومه ومحرومه، في وقت كل يعني القضايا الشرعيه والاصوليه، هاي منطقه ملك صرف، وبقانون الدوله الملك صرف اول ما يعني يهيولها الخدمات المجاري التبليط الكهرباء. هاي الكهرباء ايش قد تعبنا احنا، هذا الاخ خلينا نقول من يا سنه لحد الان ووقعنا سنتين يا اخي. هاي احنا كل خدمات ما عندنا، ما يصير. يعني الحكومه لازم عينها على الشعب، لازم عينها على العالم. زين احنا صار 12 سنه هنا، 12 سنه هنا، وش قد استفادت الدوله من هاي الاراضي؟ ها ضرائب كل شيء، ضرائب وقضايا اخرى، بيع القطع وغير القطع والعقاري وغير العقاري والامانه وغير الامانه وكل الوصولات. يعني ليش هالشكل هاي؟ يعني قبل كان قبل ما تتوزع، ما نقول بزمن فلان، قبل ما تتوزع الاراضي كلها يكملوها الكهرباء المي المجاري، حتى من يجون كلها كامله. شنو استفادينا احنا؟ ثم احنا دفعنا فلوس، هاي فلوس هي المفروض كلها عن الخدمات. احنا هاي مناطقنا طبعا، احنا مناطقنا مناطق مهموله، مناطق تعبانه،
عندك بوب الشام، اذا احكي لك هسه عن بوب الشام نجيبها 361، هي منطقه موزعه بال 61. من ال 61 الى هذا يومنا اي خدمات ما دخلت لها، وهاي المناطق هسه اللي تشوفها سالك بالنا بدون تبليط بدون اي خدمات. بوب الشام ايضا، بوب الشام تبلط الطبقه اولى وباقي هم بها شوارع ومناطق ايضا ما تبلطت. مع العلم احنا هاي المناطق يعني انضافتها تخصيصات مالية كبيرة، المفروض اليوم هاي في زمن الأمين ذكرى علوش انضافت تخصيصات وانصرفت إلى مناطق بوب الشام والثعالبة اللي هي تودعت في مصرف الرافدين أمانة بغداد فرع الأحرار. وأنا أحكي لك بالرقم اللي إحنا سمعنا به، يعني اللي سمعنا به هو كان 11,635,000,000 اللي انصرفت إلى هاي مناطقنا. لكن إحنا نسأل اليوم المسؤول رئيس الوزراء اللي هو اليوم يقول أنا اليوم دا يتابع بالفاسدين، أريد نعرف إحنا هاي الفلوس انصرفت وين راحت؟ لأن هاي بوب الشام والثعالبة ما تبلطت من الفلوس اللي انصرفت إلى منطقة بوب الشام. بعد مراجعات ومعاناة حصلنا تبليط الطبقة الأولى على دائرة العقارات. دائرة العقارات تقريبا صرفت إلى دائرة المشاريع وتبلطت هاي، أما إحنا 11 مليار ما شفنا بعدها شيء. يا مسؤول اللي نتابعه والراجعة يقول هذا موضوع عوفة لا تسولف بيه. عم هذا حقنا، حق ناس طلعت، حق ناس تعبانه طلعت مظاهرات، شلون يعني عوفه؟ فلهاي اللحظه احنا ما عرفنا لا خدمات تكملت ولا هاي. شوف مناطقنا حاليا بدون لا تبليط، المجاري ترى احنا على حسابنا سويناها، كل مناطقنا كان بوب الشام او الثعالبه هي على حسابهم سووها. هسه انا جيت بهذا الشارع اللي يسموه حمورابي، هذا شارع ما صار له شهر تبلط. حضرتك هسه تاخذ بيه جوله تقول والله عيب هاي دارت مشاريع مبلطته، شارع متخسف متحفر ما تقدر تمشي بيه، شارع صار عباره عن حص وكانه ما جايبين السباس وحاطينه. ليش يعني؟ هاي دارت مشاريع تعتبر دائره عريقه في اماره بغداد، دائره قديمه. روح ادخل بوب الشام، انا اليوم اتمنى التصوير بوب الشام واشوفك الشغل مالتهم، شوف التبليط حتى ما يرتقي الى مستوى مقاول، يعني لزقوها شوارع تعبانه. اليوم احنا نطالب اكمال الطبقه الثانيه مال منطقه بوب الشام، اكمال الطبقه الثانيه منطقه الثعالبه، وطبعا احنا مستمرين بالمراجعه. وذاك اليوم احنا راجعنا امين بغداد، هم قعدنا ويا عمار موسى هذا اخر امين، لكن مع الاسف اليوم بدنا نشوف اكو تسويف بالامر. نحكي وينطونا وعود، والوعود احكي لك وناخذ ويانا النواب والامين. اليوم الامين ما تقدر تقابله، المفروض يوم الامين يتجول بالمناطق. ليش الامين يعني يتجول؟ اشوف انا يتجول بس وين؟ بالمنصور، بشارع ابو نواس. شنو يعني 24 ساعه تجوال؟ تعال هاي المناطق هاي ضمن حدود اماره بغداد، احنا ليش ما نطلع هاي المناطق؟ ليش ما نشوف الضيم مال هاي الناس بهاي المناطق؟ هاي مناطق منكوبه، مناطق تعبانه، هاي مناطق تدفع جبايه لاماره بغداد. يعني انت من هاي من 2003 توزعت تدفع لحد الان جبايه، وبوب الشام من ال 61، اذا من ال 61 1961 تجمع فلوس جبايه بوب الشام، يمكن حتى الارصفه اقول لك يصير لازم ذهب. من ال 61 ما داخل لها خدمات. يا امين بغداد، يعني انت اليوم امين بغداد، انت المفروض تكون امين على بغداد. انت ومحافظ، حتى محافظ بغداد له صلاحيات في هاي المناطق، ما واصل لا امين بغداد لا محافظ بغداد، لا واصلين هاي المناطق، لا زارين هاي المناطق، لا يدرون المناطق ايش جاي يصير بيها. نوصل معاناتنا ويعطونا وعود، ولا هاي اللحظه كل شيء ما قبضنا. المناطق المنكوبه، العمل الخطا، انا بدي اكون اشد اكون عون ويا الحكومه، شلون اكون وياها؟ انا بدي اوصل لك معلومه. يعني انت مناطق اليوم بدي اقول لك مناطق منكوبه، مناطق مصروفه لها فلوس. يا امين بغداد الف مره قعدنا وياك قلنا لك هاي المناطق مصروفه فلوسها، فلوسها وين؟ يا اخي ناس تعبانه، باع الوضعيه مالتها، العالم مثل كارتون، العالم وهاي وضعيتنا باحه. هاي الوضعيه مال ناس تعبانين بزعنه، لا يعطون خدمات، لا لهم شغله بالمواطن. هاك شوف هذا حالنا باعه، هذا حال العالم. تريد تجي سياره طب هنا تندمر، البشر مندمر، وهاي الدوله فدت بوك وتنهب
وفوقها مغطينا غط عشاكم بالنقاسه، تجي وفلشوا العالم، تجي وعلى هالوضعيه تشوفها بعينك، لا مجاري لا ماي لا خدمات لا وظيفه، هاي تشوف حال العالم باحه كل شيء ماكو. ورحم الله والديكم وجزاكم الله الف خير. هاي منتهين منها، هاي منتهين اخوي التفليش، هاي من تعبر اللي قاعد على الشارع شوف التفليش بعينك كل ساعه وتجاوز مطين العالم. شو مطين انتم؟ مطين مقاع شايف العالم دربها، هاي منتهين منها ما التفليش بعد اخوك. فهت شوف الوضعيه، صور وباوع. اشكر قناتكم واشكر جهودكم. احنا ناشدنا اكثر، اجتنا اكثر من تقريبا 20 قناه لسبع قصور. احنا سبع قصور اطراف يسمونها سبع قصور. اولا تجي الكهرباء من شارع المستوصف وما فوق يسوون لها كهرباء، هاي اطراف سلام ورحمه، هاي اطراف سبع قصور منسيه فدنوب، لا مجاري لا مي نظيف لا خدمات بيها. إضافة إلى هذا الشارع 40 متر، هسه إحنا هذا الشارع تقريباً 4 أمتار وإحنا جبنا لوريات مال قردة ذبيناه بيها، ما توصلنا كل شيء ما يوصل بهذا. إضافة إلى هذا البوري إجا منك المال المجاري إجا من السيطرة، إيه هالعرضة هنا وصلنا هالقدة البوري. زين تجي بالشتاء، الشتاء الله شاهد ورسوله، المي اللي جاي البيوت العالم شالت نصها، فلشت ونصها شالت ونصها كذا. تجي للصيف، الصيف ترابه البيوت تنطم والجهال تنتهي واحنا ننتهي. احنا الناشد رئاسة الوزراء والناشد الحكومة والناشد اي انسان شريف اللي يسوي لنا حل السبع قصور، اطراف سبع قصور ما بين المستوصف وما بين شارع الشموس، هاي المنطقة منسية فدنوب. إضافة إلى هذه ورانا مباشرة معامل، المعامل دخان، الدخان يذبون ما أدري فافون ما أدري لايلون ما أدري تايرات، الله شاهد ورسوله اختنقنا، صار بي ربو صار وصار بي الاختناق اختنق، واللي عنده يعني أمراض مزمنة تأذي حيل. زين هاي الدخان لا إجانا واحد مسؤول اللي يسوي لنا حل، يجون اللي جاي يروحون. زين إحنا تأذينا، الناشد كل شريف اللي يسوي لنا حل الهاي الوضعية. إضافة إلى هذا اللي البوري مال السيطرة هاي صار شهرين مدري ثلاثة أشهر حاطين لهم ثلاث بواري. زين هاي ثلاث بواري شالوهن؟ شالوهن ثلاث بواري وشايلينهن. زين هاي ثلاثة أشهر الشارع انقطع، زين إحنا متأذين، المي مالنا ينقطع يطق الأبي. زين وإحنا هسه تعبانين، لا مدارس بصورة صحيحة لا مستشفيات صورة صحيحة، السلام ورحمة الله. احنا نريد من الله ومنكم، وين الحكومة؟ نريد من الله ومن الحكومة تسوي لنا حل، بس هي ماكو حكومة يا اخي، هي دولة ما عندنا، احنا دولة ما عندنا. الله شاهد المسؤول عوائله مرتاحة وهاي العالم منسية، لا رعاية لا رحمة لا مي لا ذمة، لا ما نعرف شو نسوي، ما نعرف شو نسوي، المي مقطوع. زين اطفالنا تاذت، كهرباء ماكو، هاي انت تيوله هسه تجي تشوف هالتيوله، يعني احنا رابطينهن على اعمده مال خشب نشتريهن على حسابنا ونعبر لنا كهرباء. زين احنا هلا هلا بالمروه، هلا هلا بالمروه يا ايها الدوله، رحمه الله على والديكم، سووا لنا حل، سووا حل لهاي العالم المتاذيه. ماكو لا تبليط لا مجاري، زين لا كهرباء، هاي الناس سحب الكهرباء منا انا على حسابها. زين بنطق ماكو نروح نجي نبل الكهرباء الا بفلوس يا الله، هاي بالمنطقه هاي من زمان يعني مو اليوم والبارحه. زين تجي للشارع، الشارع ماكو، منسى هذا الشارع، زين هذا الشارع 40 متر منا ماكو، هسه هو شوفه 10 امتار ما بي منا، والناس كلها علي، اللوريات علي، زين التناكر كلها علي، زين وهاي بالمطر ماكو، هنا نغرق احنا. زين تجي للكهرباء هسه، هاي باع الكهرباء كلها، زين هاي كلها طايحه تيوله،
زين هاي ذاك اليوم من بالمطره طقت الكهرباء هنا على العالم، زين احتارينا شلون نطلع من الكهرباء. زين تروح لابو الكهرباء يقول لك عمي ماكو ما يصرفون، زين الدوله ما جاي تصرف لنا. زين وهاي تشوف الحال لا مستوصف، زين هذا مستوصف ماكو هنا، يعني اللي يتمرض يروح للشوادر، من هنا الشوادر يموت بالطريق. زين هاي ماكو منسيه، تجي يقول لك احنا ماكو قيعان والله، زين هاي قيعان ضاله عمي تعالوا تعالوا احنا ناخذكم للقيعان هاي. سووها مدارس، سووها مستشفيات، هاي باقي كلها، زين ماخذتها عصابات ما تدري هاي ماخذها، زين تعالوا سووا لنا بها مدارس، سووا لنا بها مستشفيات، ليش ماكو؟ يعني احنا بلد الخير، بلد هذا العراق، زين ليش ماكو؟ تجي للسيارات هاي الناس تكاتك مالتها تفلشت، زين هاي الناس سياراتها راحت، زين حقيقه نتوسل بالبرلماني او نتوسل بالمسؤول ان يوصلوا ما حد يوصلنا. المنطقه ما توصل خدمات نهائيا، اعمده الكهرباء من جهد ذاتي، الناس قامت بقسم خشب وقسم حديد اعوج وقسم كذا، ويمكن اسم ام الكاميرا الاخ المصور يمر عليها ويشوفها. الاعمده مالتنا اكثر من 3-4 جهار نتلو بيها ايام الشتاء هذا اللي ايام المطر وايام الفيضانات. خدمات ما توصلنا نهائيا. بالنسبه لهسه الصوره اللي وراي يمكن صوره مشرقه للواقع حقيقه بدون ما واحد يعلق عنها. ما توصلنا حاويه تشيل الانقاض نهائيا. وهاي العالم يمكن هسه الكاميرا يفتر عليه يشوفه، عالم تعبانه، وضعها تعبان، وهاي امراض وانتم تعرفون شنو سبب هاي القوامه. الشارع الرئيسي اللي نعاني من عنده اذا مطرت الدنيا مطره قليله انتهت انقطعت الحياه. صارت عندنا هنا وقف الحياة بالكامل، مستوصف يغرق الشارع ماله، يغرق المستوصف وانتهينا، ورفعنا كتاب الرئاسة للوزراء عن هذا الموضوع. متوسطة ماكو بسبع قصور نهائيا، متوسطة وحدة وعليها زخم، وهاي المنطقة من السيطرة إلى الآن إلى منطقة المسعود ما بيها نهائيا لا مستوصف ولا بيها مدرسة ولا بيها إعدادية، قصدي المدارس يعني متوسطة. اكو ابتدائيات رثة تعبانة متهالكة. الشارع الرئيسي بالاعمار اللي صار قبل كم سنة، قبل 6 سنوات 4 سنوات، جابوا لنا انبوب 12 انش 12 انش على مدى كيلوين، ما يكفي للخدمات ولا يكفي للمياه الامطار ولا يكفي للمجاري. الشارع بديل ماكو، تخطيط ماكو، تخطيط نهائيا لكل المشاريع ماكو، بحيث انه هسه هذه شايل المشروع اللي بدوا بيه المفروض كانوا يهيئون في الطريق للناس مو معبد بس يقصوا بجريدرات حتى العالم تقدر تروح وتجي بسهوله. اذا ابو الكرين يشتغل ونزل التراب على الجانب انقطعت الحياه، تفتر السياره نص ساعه يلا ترجع للشارع الرئيسي. هاي نقطه مهمه. النقطه الاهم من هذا حياه الناس المرتهنة بمكافحة المخدرات، مكافحة المخدرات ولو هاي صار أسبوع أو أقل من أسبوع بدأوا يشتغلون ويتحركون، لكن للعلم وأنا أحشيها أمام الإعلام تجار وبؤر المخدرات هاي يعني المناطق الشعبية تكون دائما. فنطلب من الجهد ونطلب من الحكومة أن تنظر إلى هذا الموضوع بنظرة جدية أكثر. بالنسبة لخدماتنا المتهالكة رفعنا بها أكثر من مناشدة وأكثر من تقرير واكثر من حقيقه دراسه، لحد الان ماكو نتائج 100%. بالنسبه للمي اللي يجينا مي الشرب، مي الشرب غير صالح للغسل اصلا، غير صالح للغسل فضلا عن الشرب. وهكذا الحال. فنسال الله ان يوفق الحكومه، حكومتنا الجديده اللي احنا بصراحه نامل خير من الاستاذ المهندس محمد الشيع السوداني ان ينظر لنا بنظره عطف ونظره ابوه لهذه المناطق. انتم ما تشوفون وضع المنطقه يعني ولا كانما احنا بالعراق ولا عندنا عبالك نفط ولا ابد او على هالحال هذا. يعني هذا حال هسه انت جيت ناشفه كانت تكرم شزمات العالم الطب. هاي العوائل شوف العوائل ظلت يعني بالبيوت مالتها ما حد سأل عليها، ناس يعني انتهت. زين احنا وين؟ رحم الوالدين، احنا بيا بلد بالصومال، يعني اذا بالصومال نقول بالله بالصومال احنا مبين صومال
دولة تعبانة وما عندها كل شيء، بس احنا اهل نفط يعني احنا دولة دولة الناس تاخذ من عندنا، مثل ما يقول ذاك يقول السعاطة من عندنا. احمد وادك احنا دولتنا رئيس الوزراء انت احنا رشحناك للدولة مالتنا، يعني هاي وضعنا احنا، هذا وضعنا تقبل انت؟ تعال شوف هنا، تعال شوف يعني خلي ينزل على منطقتنا، يعني حدهم للسيطرة ورجع، حدهم للسيطرة حتى خدماتهم حدها للسيطرة ورجع، يعني ما يصير احنا ناس منتهية رايحة. هذا المواطن العراقي له حق عليكم، انتم ناس يعني انتم احنا انتخبناكم، احنا جبناكم، احنا قعدناكم على الكراسي، يعني هذا الوضع ما يصير. خليه يجي يشوف خدمات ماكو، يعني هاي مجاري احنا على حسابنا نسوي، يعني كل بيت 500 و400 منين هالعالم هاي؟ يعني منين لها؟ يعني هو لو عده كان فلش بيته وعلاه وسواه. ها الوضع هذا تجي وبيتي يبكون على حال الجيران كلها، وهاي شوف حالتي وطب غرفي كلها طايحه، وانا لا ولد لا بيت لا هاي كل شيء ما عندي، حاطه عيني بعين الله بعين الله حاطته، وبيته على ساعة يطق وتعال شوفه طبعا على البيت ماله شوفه على ساعة يطيح علي واظل كل شيء ماكو، وانا مرة حرمة هاي محلفين بداعة عافيتهم لا ولد لا بنية كل شيء ما عد، يعني يقبلون البرلمان يقبل امه قاعدة هاتي بس هيك اسئلة سؤال سي محمد الشياع السوداني غيره يقبل امه تقعد هاي قاعدة على الرطوبة؟ هذا حالي شوفه هذا حالي هاك شوفي على ساعة يطيع علي ها شوفني، يعني يقبلون هم المسؤولين أمهم هيك تصير يقبلون؟ يعني هسه محمد الشياع السوداني يقبل أمه قاعدة هيك؟ ما يقبلها، يحطها بقصر يم البرلمان، وأنا هاي بالضيم حالي والله العظيم تغيم الدنيا تغيم قلبي، هاي تتفزع علي جيراني يسيحون الماي مني، حتى يصدق طب الماي علي ها طب علي الماي طب علي الماي شو اسوي؟ قل لي يلا هاي حالته هذا بيته الطاق من طاق، يعني تقبلون انتم البرلمان؟ احنا ما نعتب عليهم، نعتب على اهل المروه، هم البرلمان لو يجيسهم قلب لهم علينا شو ما سوى يجل محمد الشياع السوداني صار براسنا خير، اجى ذاك صار براسه، وهاي حالته انا مره ارمله لا ولد لا بنيه كل شيء ما عندي، الله وكيف تفزع علي الجيران من تغيم روحي، وهذا حالتي انت شفتها، تصور ذيك الغرفة صور هاي الغرفة صورها الكل، يعني تقبل مروتهم؟ انا ما اناشد اهل العدة امرون، اناشد الخير، اناشد اللي يسمع صوتي، يعني هيك البرلمان يقبلون امهاتهم تقعد هيك؟ هسه من اروح لوالق امه مثلي؟ هاك انا نايمة على الماي شوفني هاك شوف انا نايمة على الماي شوفني بعينك؟ خاف تقول امي كذابه. هاي شوفني بعينك انا نايمه على الماي ترى. يعني يقبلونها هم امهاتهم تنام هيجي؟ شو ترى ياسو قاعد وصار لك ماكو، تلقاه يوم بالخارج دايح لو ما ادري وين يمشي، وهاي العالم انا نايمه شوف الماي؟ هذا الماي. شوف الماي ابو مريم، والله نايمه على الماي. كظى قلبي بيد من تغيم اقول بس لا تطيع علي الغرفه، يعني شو بنادم ما تقول ايش اسوي يا ابني ايش اقول، هذا بيتي شفتوه بعيونكم هاي المنهور، هذا احنا سويناه على حسابنا، تعال شوفه يعني احنا سويناه على حسابنا، وهذا الغطاسات من البيوت جاي تدب نسحب بسوندات غطاس حاطينه ونسحب ولا رجع علينا المي، احنا هذا وضعنا احنا. فتي شوف هذا الشارع انت، شوف وضع الشارع سبويسات ما حد يجيبنا. اخي احنا بالنسبه الى بغداد احنا نعتبر بغداد بس مثل ما يقول المنطقه، يعني بغداد كراده عندنا هاي نعتبرها بغداد، كراده منصور هاي نعتبرها بغداد، احنا مو بشر، احنا لو بشر مثلا ما نقعد هيك قاعده بهاي الوضعيه، ما اعتقد احد تجيبه يقبل بهاي الوضعيه، لا مي لا كهرباء مال اوادم، لا مي مال اوادم، لا عيشه مال اوادم، لا شارع مال اوادم، لا يعني حالتنا يرثى لها مثل ما يقول. مواطننا هنا تعبان، فقيرنا هنا عايش يعني فوق الفقر ماله عايش، يعني ناس موت احنا هنا
ناس موته بس الله سبحانه وتعالى يبغى عندنا من فوق مخلى عندنا نفس يصعد وينزل. ولا احنا ملينا هاي المنطقه، احنا صار لنا كل واحد بيها 15 سنه 20 سنه وملينا، ما طب لنا احد مسؤول يعني حتى تجيبه يشتغل الله هم يبوكن زين ما يشتغلونه. واحنا هاي تناكرنا على حسابنا، مجارينا نحسب نسحبها على حسابنا، شوارعنا نذبلها قرضه على حسابنا، تبليطنا على حسابنا، مجارينا على حسابنا، يعني لمن نشتكي؟ واشتكينا يا ما اشتكينا، ما طلعنا مظاهرات يا ما سوينا، ويجي وقال لك انا واني وكل شيء ماكو. فاحنا حالتنا تعبانه، وضعيتنا تعبانه في سبع قصور، وسبع قصور هي من زمان يعني هاي المأساة مالتها. اخي حتى يجونا بالانتخابات، يجونا بالانتخابات، يجونا بالانتخابات ويدورون اصوات وجيب وخلي ونط اصوات، بس يطلع من يمك بعد ما يعرفك ياخذ صوتك بعد ما يعرفك. شنو الاصوات يا اعطينا اصوات يا ما اعطينا اصوات. سبع قصور ثلاث ارباع ما اعطينا اصواتها، بس كل شيء ماكو زين. يجي يصعد على شتافك وراح، يجي هنا يسوي لك الهور مرق وزور خواش يقوى كل شيء ماكو. فهي حالتنا، ولا تشوف انت بعينك، وهاي العالم تعبانه زين. انا قاعد اسولف وياك وعالم حتى ما تقدر تسولف، ما تحكي من ضيمها من جوحها من فقرها ما تحكي وياك، وعالم هناك في لك الله تتغدى ما تتعشى من الاوضاع هاي التعبانه اللي عندنا. هاي ابو وراها العالم اللي هنا عالم تعبانه الها بس الله، لا مجاري صحيحه لا كهرباء صحيحه لا مي صحيح، كله خطا بخطا شغلهم، يعني ماكو شغل صحيح. قالوا نسوي ارصفه وقالوا نسوي تبليط وقالوا كذا وقالوا كذا، باول مطره كلها غرقت. حاطين لهم مجاري جايبين بوار بايبات من هاي السته مدري الثمانيه هذا الحجم الصغير، يعني حتى ملي البيت ما يصير يشدون على المجال الرئيسي، فماكو شغله صحيحه هنا. ينطون ويدفعون صحيح، لكن من توصل ما تستلم شيء. هذا واقع الحال الموجود هنا، عالم فقره بعد هذا حاله وهذا وضعها. مدارس تعبانه، مطره الدنيا، قعدوا الطلاب اسبوع واسبوعين وعشرة ايام. قضينا عمرنا مدارس ودرسنا وتخرجنا وطلعنا، مدارس كربانات، كربانات تسوي للطلاب تمطر الدنيا يصير فيها ظهر للركبه، هي دراسه يعني هذا الجيل يصعد؟ لا والله فاشل هذا الجيل. الكهرباء خوب لا تحكي عليه، شطل على شطل مشينا عباد الله، الله وكيلك. حتى الكهرباء خط يجي خطين ماكو، خطك وخط ماكو، وعلى هالمعمعه ماكو شيء صحيح. هاي المنطقه ماكو خدمه صحيحه. من الجراج واللي غاد شوية عود أحسن، بس من الجراج وانت جاي اللي جاي لا هنا ما كل خدمات، كل خدمات ماكو. اي ماكو تعيين، هو شهادته الأعلى من شهادته هو ما تعيين، تعيين أنا إلا ملتزمك أحد أدك ضلع تمشي، بس فقير على ما تلا مثل هاي العالم كل شيء بتكبر، كل شيء بتحصل. الله وكيلك، منطقة تعبانة لآخر الحدود، بالأخص من الجراج وأنت جاي قرية الشموس وراها تعبانة حيل. لا أن مرة تطلع بالمطر، لا أن فرخ هاي شوفوها قرده، يا ماكو قرده احنا ما نطلع. الناشد الخيريين المسؤولين على هاي المنطقه الله شاهد ما حد يطلع بالمطر، جبنا له لوريات مال قرده وذبيناها. هسه وضعيه هاي رحم الوالدي كم وضعيه كهرباء، هاي شوفوها اهليه جابت الكهرباء، الوالد ما اشتركت باهليه بفلوس ب 450 الف زين المعده منين يجيب رحم الوالدي كم؟ يا محمد شاع سوداني، لا كهرباء لا مجاري لا تبليط لا تعيينات، الشباب بالضيم ويتروح الوادم، عسر رعاية ماكو، شغل ماكو، مصانع ماكو، شنو نقول شنو ناشد بعد اكثر من هاي المناشده؟ ملينا الشعب تعب، الوادم ملت. عم شوفوا لكم حال الله، هذا يبس انت لو جاينا بالشتاء صار كارثه شالك العالم. بالنسبه لهاي المناطق احنا سالفه منتهين منها، يومية جاينا فلان، يومية جاي علان، وانا لكم وانا لكم، كل شيء ماكو.
بالنسبه هذا باب دائره حكوميه، باب مستوصف، باب مستشفى، اذا صار عندنا لا سامح الله مريض بعدنا ما واصلين للكوادر ما يجي بالطريق، يعني ما يصير هيك. والعباس ما يصير هيك، تعبنا كافي. يا اللي يجي يقول احنا لكم واحنا سند لكم واحنا هاي، صارت انتخابات ولا انتخابات بعد ما شفنا كل احد، ما يصير هيك ترى. والله بالنسبه انا لي طالب سادس اعدادي احيائي، وبنفس الوقت اشتغل وبنفس الوقت محاربيننا، يعني هذا الشارع يا مسيطره سادينا صار 3 اشهر، احنا اذا نريد نرجع على الشارع الرئيسي نروح المدارس رادينا طريق من 3/4 ساعه نص ساعه، ما يصير ترى. شبابنا ماخذ الشارع وتقعد على الركونه، شبابنا ما مرتاحه من اجت الحكومه لحد الان، شبابنا ماخذ الشارع والعد عيال ميت، يطلع للعماله، العماله ما بيها خير، ما بيها فايده، ماكو عمل. الثانيه الحكومه تجبرت على الشعب، تجبرت، اجت الحكومه العراقي الدبابه جابتها للعراق ووظفوهم صاروا موظفين. يا ترى من صاروا موظفين عدلوا للخدمات، عدلوا للمجاري، عدلوا للكهرباء ثبتوها، عدلوا للمدرسة للأطفال تمشي بالمي والخيس. أطفالنا 20 سنة 20 سنة لا مدرسة، مدرستنا كرفانات، مدرستنا طامسة، مدرستنا شارعنا تعبان ميت. الشعب شنه ذنبه؟ الشعب شنه ذنبه؟ شبابنا، شبابنا بعد اكو ناس صارت 40 وما متزوجه، احذهم على الزواج لانه الزواج سنه الله ورسوله. يقولوا برسول احنا وين نعيشها؟ منين نطيها؟ ملبس، ماكل، مسكن، منين نطيها؟ زين انتم شنه فائدتكم؟ ولحد الان احزاب يعني فسقوا نفسهم ودبروا نفسهم بالاحزاب، زين انت وراح شو تقول لله؟ راح شو تقول الشعب كله نفس الكلام. الشعب الموجود العراقي بعيد وقريب كله نفس الكلام، كله يكرههم صار 20 سنة. والله اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذا الشارع منتهي تعبان، خدمات ماكو، يعني مستوصف صحي، يعني يعني النسوان منين تعبر؟ يعني هو لا التبليط، هو التبليط مو مثلا تقول استيراد، هو التبليط يعني حصوات ورملات وهذا مستوصف صحي، يعني جهال امراض، يعني ما يصير والله العظيم ما يصير. ونشكر قناتكم هاي اللي جت صورت، يعني ما اكو حتى تصوير ماكو، يعني جت هاي القناه تصور، يعني شوف تفضل شرفك. هاي وضعيه يعني لا جهال، مدارس يعني مدارس هاي ماكو، يعني كرفانات وعايفين، يعني ما حد يسال على المنطقه، منطقه معدومه، خدمات ماكو، كهرباء الاسلاك تعبانه ماكو والله. ومنه هو الصيف راح يجينا، يعني شرفك هاي وضعيه، يعني مجاري ماكو، وضعيه تعبانه والله، مجاري وما حد يسال عليها. الله وكيلكم محمد كفيلك، يعني ماكو تطويب، ماكو منطقة معدومة ما حد يسأل عليها. الله وكيلك بعد. ونشكر قناتكم. احنا اذا نجي على الخدمات وبداية الخدمات وموضوع الخدمات، حقيقة صار ملل بالموضوع على المراجعات للناس اللي هي مسؤولة على هذا. فإذا مر علينا الشتاء وضعنا حقيقة مزري، يعني تعرف هاي منطقة بيها مريض، بيها كذا، بيها ضيوف جاية، بيها، وهي كل المسؤولين قاعدة تفوت على هذا الشارع. فإحنا هسه بهذا الوقت الحاضر إنه أكو مشروع مجاري جاي يجي على أساس وتبليط. هسه موضوع المجاري يم السيطرة صار 3 أشهر ما مدي لهم بور واحد، ما نفتهم شنو السالفة. تروح لهناك سادين الدرب على العالم، ماكو منفذ يعني للناس تروح وتجي.
هاي المنطقة على أساس هي على بلدية الشعب. إحنا اللي رايدينه حقيقة إنه تلافية للمواضيع اللي قاعدة تصير حتى مشاكل من خلال هذا الإهمال حقيقة، هو إهمال بحق الناس. هاي منطقة كبيرة تحتوي ما يقارب على 2 مليون نسمة. زين هاي بها الإنسان المثقف وبها الإنسان الضابط وبها الإنسان بالإضافة للناس اللي هم مثل ما يقول يعني يركضون على خبزتهم وعلى عيشتهم، فمريود طريق زين مريود كذا. هذا إحنا اليوم حقيقة بدوري أنا أشكر جهودكم حقيقة وقناتكم لهاي الزيارة، إنه عن طريقكم اللي رايدينه شيء بسيط جدا بسيط، وهي خدمة الشارع هذا للناس اللي هو يشمل حتى هم نفسهم المسؤولين قاعد يفوتون منه ويشبعون تراب إذا بالصيف وإذا بالشتاء هم سياراتهم غاطة بالماء، نفس المسؤولين. هذا كلامي أرجو أن يوصل وينعرض على أكبر مسؤول عندهم. ومسؤولين نطرح الموضوع يجيك بس مجرد بانتخابات، والله شيخ نريد منك كذا، نريد أصوات، نريد هذا، لكنه من أعرض الخدمات يقول لك لا إحنا خدمات ما تخصنا، هذه تخص القسم البلدي، هاي تخص القسم ما أدري شنو، وما وتاهت علينا ما جاينا. ظلت إحنا اليوم نجي عتبنا على أي مسؤول هو ضمن اختصاصه، إحنا ما نقول الكل، كل مسؤول اليوم ضمن اختصاصه، أبو المجاري أكيد قسم، أبو التبليط قسم، أبو الكهرباء قسم، أبو كل إنسان اليوم. ونتمنى حتى إحنا نذكرهم بدل ما نذكر العهد الماضي وقمنا نترحم عليه وقمنا يعني حالة اشمئزازية صارت على كل فرد هنا بهاي المنطقة وكل مناطقنا العشوائية حقيقة. فأني أكرر شكري حقيقة لقناتكم، ويا ريت هم المسؤولين وصلتهم أصوات كثيرة من كافة مناطق بغداد، كافة المحافظات. أنا رجل بالنسبة لي أفتر بالمحافظات كلها، كل محافظات العراق تجي من الموصل لما ما توصل للفاو، كل المعاناة قاعد نشوفها بالأقضية وبالنواحي وبالمحافظات هي الخدمة. أنتم يا مسؤولين خصم الحديث عندكم إمكانية، والعراق أغنى من حتى من أمريكا حقيقة بالمادة وبالثروة ليش يعني هاي المناطق هي يعني لا أبالي بخدمتها. يجيك شخص تشوفه يوم بعد 5-6 أشهر ما تشوفه. أولا احنا هاي بمنطقة الثعالبة صارت 12 سنة بس وعود، بينما هي طابوا ودفعنا اجور الكهرباء واجور التبليط واجور المجاري كلها مجرد بس وعود. قبل الانتخابات تشوفهم كلهم يجون واحنا نسوي هيجي وهاي نسوي هيجي، واربع سنوات تروح بس تصير ينتخبونهم تروح هاي. وبلد الخيرات، احنا بلد الخيرات، انا من كنت طفل يقولوا له هذا بلد الخيرات، اسمع اهلي يقولوا لي بلد الخيرات. هسه صار الشايب عمره 66 سنه ما شفت خيرات زين، بس وعود. المناطق الزراعية يسووا لها خدمات بفلوس، وإحنا هاي المجاري رغم طابوا هاي سويناها إحنا المجاري والمي كلها بفلوس. فكل شيء تستخدمه لمنطقتك، منطقة عندنا أطفال من تمطر هاي بعد سيارة ما تفوت، يعني يصير فد حالة صعبة تحير بابنك أو بنتك توديها للمستشفى، يعني فد مأساة. فإحنا ملينا من الوعود ملينا منها. إحنا راح كل الشباب والشياب راح نقطع الطريق مال شو اسمه إذا ما سوينا شارع، لأن ملينا تعبنا كافة عاد ملينا. احنا ملينا بلد الخيرات اضعف دولة وافقر دولة خدماتها كاملة، واحنا بلد النفط، بلد ارض السواد، بلد ارض المليارات،
ما يصير ما يصير. يعني انتم تهملون شعبكم، هو انتم لا ما انتم ما تصيرون ما تقعدون على الكراسي، والماي يعين شعبه ويساعد شعبه، نهايته ما حد يوقف له. فسووا لنا شارع بعد ملينا، راح احنا نوقف نقطع الطريق شياب وشباب نقطع الطريق وما تحرك، وانا اول واحد امتد بالشارع واريد خلي يسحقوني شي يسوون يسوون، لان ملينا. على الاقل احنا خلنا نروح، بس اطفالنا الجيل يعني ما يصير.